المثال اللي فات دوت خلانا نفتح في موضوع الماثماتيكال فانكشنز او الماثماتيكال ميثودز. فاحنا عايزين نعرض كده ايه اهم الماثماتيكال ميثودز اللي موجوده في الكلاس اللي اسمه ماث باكزامبل كده على السريع. يعني اول حاجه هتكلم على ابروكسيميشن ميثودز او طرق التقريب، طرق التقريب كده نجمعهم مع بعض. واللي جوه ماث هقول كونسول دوت رايت لاين، وهبدا استخدم ميثود فانكشن او ميثود من الكلام ده. اول حاجه من طرق التقريب حاجه اسمها سيلينج، ماث دوت سيلينج، ماث دوت سيلينج. هنا بحط لها ايه، هي بترجع اصغر رقم صحيح، اصغر رقم صحيح اكبر من او يساوي الرقم اللي انت حددته. يعني لما اجي اقول مثلا سبيل المثال 15 وكده مثلا كده، اصغر رقم صحيح اكبر من او يساوي الرقم ده. ايه اللي اكبر من او يساوي الرقم ده؟ 16. المفروض اكبر من ده على طول ايه؟ 16. خلاص. سواء كان فوق ال 5% او تحت، او تحت النص، يعني ما حدش يفتكر ان هي بيقرب يعني. او لو انا جيت ذات نفسه الرقم ذات نفسه، يعني لو جيت مثلا قلت ايه ال 16 ذات نفسها، تطلع ايه اصغر رقم صحيح اكبر من او يساوي الرقم المحدد، وتطلع برضه 16، وتطلع برضه ايه 16. طلع انا ده ايرور ليه؟ ايه مازو سيلينج ديسمال ومازو سيلينج دبل. هو مش عارف يعني دي ديسمال ولا دبل. 16 خلاص. لو جيت دلوقتي كده المفروض كل النتائج تطلع 16، عملت كنترول اف 5 طلع لي النتائج بتاعتي كلها ايه 16 16 16 زي ما ايه زي ما توقعنا. كلام جميل. دي اول ميثود اللي هي سيلينج. في ميثود ثانيه اللي هي فلور، وفلور دي بترجع اكبر رقم صحيح اصغر من او يساوي الرقم المحدد. خد بالك سيلينج كانت بترجع اصغر رقم، يعني دي بترجع اكبر رقم، دي صحيح ودي صحيح، بس السيلينج كانت بترجع اكبر من او يساوي الرقم المتحدد. احنا بناخد هنا بقى اصغر من او يساوي الرقم المتحدد. يعني لو عملنا بدل سيلينج عملناها فلور، ودي مكانها فلور ودي مكانها فلور من غير ما اغير الارقام، يبقى لو قلنا اصغر رقم صحيح اصغر من ده، يبقى ال 15 اصغر رقم صحيح اكبر من ده اصغر من ده، ودي تبقى 15. طب واحنا عايزين اصغر رقم صحيح اصغر من او يساوي، لا ال 16 تفضل 16، المفروض تطلع ايه 15 15 16. ادوس كنترول اف 5 ادي النتيجه 3 16 الاولانيين ده 15 15 ايه 16، ده الفلور. طيب في راوند، حاجة تانية اسمها راوند. راوند دي بتعمل ايه؟ بتقرب إلى أقرب رقم صحيح أو أقرب علامة عشرية. أقرب رقم صحيح أو أقرب علامة إيه؟ عشرية يعني. يعني لو عملنا دي راوند، عشان دي قرب. راوند لو هيقرب 15 و9 يعني فوق الخمسة. خد بالك دي لو خمسة، خمسة فيما فوق كله هيتقرب للرقم الأكبر. دي تحت الخمسة، اتنين أو تلاتة أو أربعة، خمسة إلا أي حاجة تبقى إيه هتطلع معاك 15. 16 بالظبط تطلع معاك 16. يبقى قلنا كام؟ يبقى قلنا دي هتطلع تعلى لفوق تبقى 16 15 16. لو دوست كنترول في خمسة أدي 16 15 16 زي ما إيه؟ زي ما إحنا قلنا. بص ممكن أعمل بس إيه؟ بس نقدر نفرق، بس اخلي دي كلمه مطبوعه. وهنا دي تبقى فلور. استنسخ في الطباعه بس عشان نبقى ايه
النتائج نبقى فاهمين وعينينا ما تسرحش. مش دي الفلور. لسه ما زلنا مع الحاجات اللي بطرق التقريب دي. ايه تاني عندنا؟ عندنا حاجه اسمها ترانكيت، ترانك او ترانكيت. دي بقى ايه؟ مش بتقرب، بتقص الخانات العشريه وترجع الجزء الصحيح بس، مفيش تقريب ومفيش اي كلام منه. يعني دي تطلع 15 تطلع 15 تطلع 16، قص الارقام الكسريه خالص، ما بيتفهمش، لا يتفهم. لو جينا بصينا كده على ترنك بقت 15 15 16، مفيش الخانات العشريه دي مش في حساباته. دول الاربعه الاساسيين اللي جمعناهم احنا تحت كلمه ايه؟ ابروكسيميشن ميثود، طرق التقريب، طرق الايه؟ التقريب. يعني ممكن نعملها كده. ودي كده بالنسبة لنا الايه؟ ابروكسيميشن ميثودز. ماشي، كلام جميل. دلوقتي هنتكلم على مجموعة تانية من الميثودز بتاعت الماس برضو، بسميها كومباريزون ميثودز. بي اي ار ايه؟ زن. ميثودز اللي هي طرق المقارنة، طرق الايه؟ المقارنة. طرق المقارنة دي بقى عندنا أول حاجة عندنا ماث دوت ماكس، دي بتقارن، تاخد رقمين وبتقارن وترجع لك الأكبر. يعني قلت كده مثلا الرقم الأولاني كوما وده الرقم الثاني 15، طبعا الاكبر 15 و3 ثمانيات، فهي 15 و3 ثمانيات هو الاكبر، دي النتيجه بتاعته. وطبعا بتشتغل مع الصحيح. يعني لما اقول له 16 و15 طبعا هيقول لي ايه؟ 16 اكبر، 16 اكبر. ده مين؟ دي ماث دوت ماكس. لو جربنا كنترول في 5 ادي ايه؟ 15 و 8 دي الاكبر و 16 هي الايه؟ هي الاكبر. طيب في ايه تاني؟ في اخوها المينيمم. طبعا مفهوم قوي ان هو هيجيب الايه؟ هيجيب الاصغر، يبقى ده هيجيب 15 و 2 و 1 1 وهيجيب ايه؟ وهيجيب 15 كنترول في 5 15 و 2 1 1 وتجيب الايه؟ 15. عكس ده جاب 15 و 3 8 وده جاب 16. ده مين؟ دي طرق المقارنه. طيب بس كده خلاص؟ لا، دول اللي هم بس اللي بيقارنوا. لكن في عندنا بقى ميثودز ثانيه هنصنفهم برده طبعا الماس اوبجكت ده. الالجبرا ميثودز. الالجبرا ميثودز هي طرق الالجبرا دي. اول طريقه الجبرا اللي هي ابس ابسولوت فاليو، ودي القيمه المطلقه او قيمه الحد المطلق. من الاخر اللي هي بتشيل الارقام السالبه، اللي هي بنبقى عاملين محددين كده علامتين واقفين وبنحط ما بينهم سين كده ولا حاجه. هدي نعملها في العربي، يعني بنعملها كده مثلا كده اهو، وبنكتب كده مثلا كده اهو، صح؟ عشان دي ايه؟ محدد او ابسولوت فاليو، قيمه مطلقه. طب لو عايزين نعمل القيمة المطلقة في الأول الجبرا ميثود دي، تعالى كده ناخد دول كده، وعايزين المرة دي ماث دوت ايه؟ ابس. لو اديناها مثلا 15 وأي رقم هتطلع لي طبعا نفس الرقم، مفيش مشكلة. لو اديناها سالب 15 هتعمل معانا ايه؟ هتجيب معاك 15، بيشيل السوالب، يعني بتجيب الرقم الموجب على طول. طيب عايزين نجربها كنترول في 5 اهي، 15 جابت الرقم كده عادي، وده جابت الرقم عادي من غير اي ايه، نفضت خالص لفكرة الايه؟ الارقام السالبة. في ساين، ساين دي الاشارة يعني،
ودي القصد منها ان هي توريك الرقم دوت هو هو اشارته ايه يعني ساين يعني موجب ولا سالب اقصد دي الاشاره يعني. هنا ده موجب وده ايه وده سالب وهديك كمان مره يعني كمان مثال للصفر على اساس ان الصفر هنا محايد ولا هو موجب ولا سالب. هي بتعمل ايه بقى الساين؟ لو كان موجب بتجيب لك واحد، لو كان سالب بتجيب لك سالب واحد، لو كان صفر بتجيب لك ايه؟ صفر. ودي الثلاث ارقام اللي هي بتقدر تشتغل معاها. عملت ران قال لي ايه؟ مازو الساين وادي واحد سالب واحد صفر، بس هو ما بيجيبش غير دول. ومن خلالهم بقدر اعرف الرقم اذا كان موجب ولا سالب ولا رقم طلعت ولا محايد اللي هو الصفر يعني. طيب ماشي. في ماس مش ساين بقى اس كيو ار تي دي خدناها اللي هي جذر والجذر احنا عارفين طبعا هو الجذر التربيعي للرقم اللي انت عايزه يعني جذر 16 على سبيل المثال جذر 16 احنا عارفين ان هي 4 جذر 9 3 مثلا ونقول كنترول في 9 كده في 5 اسف ال 4 و 3 فعلا زي ما احنا ايه توقعنا. طيب كلام جميل ده الاس كيو ار تي. طب في ايه تاني؟ في جيب بيج ملتبليكيشن وده بنستخدمه في العمليات البيج مالت ده بيستخدم عمليات الضرب الكبيره ياخد رقمين من النوع انتجر ويضربهم ويرجع الضرب الناتج ده كلونج بقى يرجع الحاجه الكبيره قوي يعني. خلاص زي ايه؟ هوريك زي ايه. مثلا لو مادة بيج ملتبليكيشن والرقم اللي انا هضربه مثلا انتجر او انت 64 اللي هو اكبر حاجه في الانت بس انت 64 لا انا عايز انت دوت انت كام 16 ده اللي هو ال 16 بت انتجر وده 32 بت وده 64 يعني مقصود اللي هو ده الانتجر اللي هو 32 وال 64 ده الايه اللونج. فلو جبت مثلا حاجه 32 دي دوت الماكس فاليو بتاعتها دوت الماكس فاليو بتاعتها وانت 32 دوت الماكس فاليو بتاعتها فيضرب الرقمين دول في بعض الكبار دول ويحطهم كنتيجه للايه الفلونج طبعا. او ممكن ما اعملش كده انا ممكن مثلا ايه هقول لك ممكن اقول بيج ملتبليكيشن كده واحط مثلا رقم كده اهو مثلا ادي كام 4 5 6 7 اي حاجه كده رقم كبير ماشي رقم كبير في رقم كبير كده قوي المفروض يقوم بالعمليتين دول وايه ويطلع لك الايه النتيجه لو عايز تبص عليها كده بس دي طبعا نقول بيج مالت كنترول اف 5 ادي ايه ناتج الارقام الكبيره جدا اللي اتضربت دي. في ديفريم برضو من ضمن الايه نفس المجموعه اللي بنتكلم عليها هاد ده ديف ريم ده ديف ريم ده بياخد تلات ارقام يقسم الاول على التاني والتالت يبقى ناتج القسمة الصحيحة خد بالك يبقى بقى القسمة الصحيحة دي ايه اللي هو ديف اللي هو ديفايد وريم اللي هو ايه الريميندر اللي هو المتبقي يعني او المتبقي. فمثلا ايه هقول لك احنا قلنا بناخد بين ايه قلنا بناء الاول على التالي ويحط النتيجه في التالت فانا عايز احط النتيجه في متغير فممكن اقول مثلا انت ودي اي ان تي ريزلت ده متغير احط فيه النتيجه بعدين اقوم جاي هنا ايه في الديفريم عمال مثلا 16 كوما 3 كوما ودي اي ان تي ايه اي ان تي ريزلت ده اللي هيحط فيه اللي هو الايه الناتج بتاعه وممكن اطبعه ممكن انا شايل كده
وبأطبع نتيجة مين الريزلت بتاعتنا دي هنا. هو ليه زعلان؟ بيقول اي ان تي ريزلت لازم يكون اوت. لازم يكون اوت فعلا، وعايز يكتب قبليه بس كلمة اوت. ليه؟ على اساس ان هو هيحسب حساباته ويرجع النتيجة في ده، فبنقول ده اوت ده مخرج، لكن الاتنين دول ده مدخل 16 ومخرج وست وثلاثة، وهيخرج النتيجة في ايه؟ في الريزلت ونطبعها. كنترول اف 5، فقال لي ادي ايه جابت لي بايه؟ واحد. يعني الواحد ده مقصود بيه ايه؟ مقصود بيه ان 16 على 3، 3 تنفع 15 على 3 ويتبقى واحد. يتبقى واحد، يتبقى ايه؟ يتبقى واحد. 3 و3 و3 يبقى دي 9، و3 12، و3 15 كده خلاص، وتبقى واحد اللي هو بتاع 16. اخر داله في المجموعه الموضوع بتاع الجبرا ميثودز دي اللي هو الاي تريبل اي ريميندر، وده بقى الاسم الصحيح التي انتجت من قسمه الرقم الاول على الثاني، اللي هي المتبقي العادي اللي هو المودولس العادي بتاعنا يعني، بس نكتبه عشان يبقى ايه. خدنا ده كمان لو عملنا كده اي تريبل اي ريميندر. اي تريبل اي طبعا دي منظمه طبعا بتاعت الستاندردز وكده، الناس اللي تعرف يعني. اي تريبل اي ريميندر اللي هو 16 و3 عشان يتبقى واحد خلاص، ودي هتجيب معانا ايه المفروض واحد المتبقي يبقى واحد، بقى معانا واحد فعلا كده. تبقى معانا بقى اللي هي الايه الدوال بتاعت اللوغاريتمات والدوال الاسيه وبتاعت الطرق الحسابات المثلثيه والثوابت الرياضيه يعني.